السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجنيه المصري بيساوي كام دولار؟ في واحد باع الجنيه المصري ب 10 دولار على موقع اسمه اتسي. الموقع ده تقدر تبيع أي حاجة عندك على الموقع دوت، وفي تحف أصلية وفي آثار مصرية بتتباع للأسف. تمام، طيب خلينا في العملة الجنيه المصري. في حد بيبيعه ب 5 و4، ب 46، باعه 46 مرة وفي الناس بتشكر فيه. في واحد بقى ما شاء الله يعتبر هو أول واحد عمل الفكرة دي، ستار سيلر، بيبيعه تقريبا 8 دولار، باع منه كام؟ 13,700. وأغلب الناس بتشكر فيه إن الحاجة فعلا وصلت لهم، والعملة شكلها جميل جدا. فالفكرة بدل ما احنا العملات المصرية كلها نبدأ نبيعها على الموقع دوت.